أفغانستان أطول حروب أمريكا. حد يتخيل إن حرب أفغانستان كانت ممكن تكمل كام شهر، تكمل كام سنة؟ طب حد يتخيل إن حرب أفغانستان اللي بدأت بعد 11 سبتمبر لسه إلى الآن مستمرة؟ حد كان يتخيل إن كل هذه السنين تستمر فيها حرب أفغانستان؟ لا تزال، وأصبحت أطول الحروب الأمريكية على الإطلاق. المذهل بقى ان حركة طالبان دلوقتي اقوى، يعني 2016 و2017 حركة طالبان خدت مساحة اراضي مهمة، يعني كانت اضعف قبل كده رجعت تاني قوية كما كانت، واصبحت طبقا لواشنطن بوست ملاذ امن للمتشددين اكتر ما كانت ملاذ امن قبل 11 سبتمبر، او زي ما كانت قبل 11 سبتمبر. يعني فشل أمريكي تام في أفغانستان. يبقى الناس ماتت والمدن اتدمرت والناس اتبهدلت والفقر بقى في كل مكان وقنابل في كل حتة، ومع ذلك رجعت تاني طالبان قوية وعندها مساحات كبيرة من الأرض، وتاني طالبان كل يوم تضرب مكان وتحتل مكان من جديد. طب القوة العظمى دي اللي راحت وقالت هنس في أفغانستان عملت ايه في كل هذه السنين؟ اتدمرت أفغانستان لكن ما اتدمرتش طالبان، وتنظيم القاعدة تراجع شوية لكن طلع تنظيم داعش. ما كانش فيه داعش في أفغانستان، بقى فيه القاعدة وداعش وطالبان، لقاء السحاب اللي موجود في أفغانستان وللأسف في أماكن كتيرة من العالم الإسلامي. الرئيس أوباما كان قال قبل كده إن في ميعاد كده متعسف وحاسم هيطلع فيه من أفغانستان. ترامب بيقول لا، احنا لازم الأول نضعف داعش ونضعف طالبان علشان طالبان تخش في المفاوضات، ولو خرجنا دلوقتي هنعمل زي ما حصل في العراق لما أوباما خرج فإيران بقى لها نفوذ، فلو خرجنا دلوقتي باكستان هيبقى لها السيادة والسيطرة على أفغانستان، فلابد نتواجد. كلام في كلام، ادعاءات في ادعاءات، انما النتيجه النهائيه ان احنا ازاء اطول حروب امريكا، ازاء ماساه شعب وماساه وطن، وفي نهايه هذه الماساه تتجدد مره اخرى الماساه بان حركه طالبان اقوى في عام 2017.